وبفقرتنا الأخيرة رح نحكي اليوم عن موضوع يمكن منوقع فيه كلياتنا بحياة اليومية، البعض ممكن يشعر فيه ويسعى لحل هاي المشكلة، والبعض الآخر للأسف بصير غارق ببحر من الهموم والمهام المستعجلة. أكيد كيف فينا نرتب أولوياتنا وكيف بنقدر ب 24 ساعة من النهار ننجز كل المهام المترتبة علينا وما نغرق بيمكن مشاكل وتأجيلات متسارعة ممكن تسبب لي مشاكل. رح نحكي هذا الموضوع بالتفصيل مع السيدة هناء الأزهري، اختصاص تنمية بشرية. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح النور، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. اليوم كيف برتب أولويات؟ يمكن هذا السؤال البسيط لكن يمكن بده قوة وقدرة على التنظيم كتير كبيرة. خلينا نعرف كيف بنرتب أولويات حياتنا مع اختلاف هاي الأولويات من شخص لآخر. أول شيء نحن بدنا نرتب الأولويات، شو الأهم وشو المهم وشو المستعجل وشو اللي ممكن أنا يعني أجله أو ألغيه. نعم تمام. أغلب الناس بتستغرق بالتفاصيل الغير مهمة والغير مجدية اللي بتروح لوقت كتير من نهارها بدون إنتاج إنجاز. بدون نتيجة. أول شيء أنا بدي أرتب شو يعني شو أنا اللي بدي أحط خطة مستقبلية. أول شيء نعم تمام، خطة مستقبلية أو هدف اللي بيقولوا له الهدف الكبير للإنسان. فأنا بمشي على هالأساس، بقسم نهاري، بقسم السنة اللي أنا فيها، بقسم الشهر وبقسم الأسبوع وبقسم المهام على هاي الوقت. طبعا في أشياء بتيجي مستعجلة أو طوارئ مثل ما بيقولوها مفاجئة ممكن تفاجئ الإنسان، بس الإنسان دائما بكون عامل حساب هاي الطوارئ وهاي القصص اللي بتصير معه فجأة، وبيرجع بيرتب نهاره بطريق صحيح، لأنه في ترتيبات كتير صغيرة وكتير يعني الإنسان ما بينتبه لها ممكن تغير نهاره أو تغير حياته للمستقبل بشكل كامل. مثل أنه مثلا يستثمر ربع ساعة من وقته باليوم مثلا لتعلم شيء مفيد هو حابب يتعلمه، يعني هاي الربع ساعة ما رح تأثر شيء على نهاره، بس على المدى الطويل ممكن هي تعمل له فارق كبير بحياته. نعم. اليوم كثير من الأشخاص بنسأل شو هي العوامل المؤثرة بالنجاح بإنجاز المهام، إن كان المهام المستعجلة أو المهام البسيطة أو حتى الطارئة. بنشوف يمكن بعض المنازل أو بعض السيدات ناجحين نجاح كامل بإدارة المنزل والأطفال، والبعض الآخر بيغرق ببحر من الهموم أنه أنا ما عم بلحق. فيمكن نحن كيف بنقدر نستثمر هاي الظروف بطريقة صح لإنجاز المهام؟ دائما أنا بدي أعرف كيف أنا يعني الإدارة أهم شيء. كان كل إنسان مدير، ربة المنزل مديرة بمنزلها، الأستاذ مدير بالفصل تبعه أو بالصف تبعه، الموظف مدير بشؤون اللي هو موكل له. فدائما الإنسان بده يحسن الإدارة، يشوف كيف أنا بدي أدير هذا الشيء، بشوف أنا إذا عملت هاي الشغلة قبل هاي الشغلة ممكن تفرق معي. نعم. يعني ممكن تجنبني مشاكل مثلا ربة المنزل لازم يعني ترتب أولوياتها، مثلا أول شيء دور الأطفال، بعدين بيجي مثلا دور البيت، تستثمر مثلا وجود أبنائها بالمدارس لحتى هي تنهي الأمور اللي ما أنا متعلقة بأطفالها. نعم. أو متعلقة بأمور المنزل مثلا، أو إذا عندها نشاط هي حابة تقوم فيه فتستثمر هذا الشيء. وقت يرجعوا مثلا الأطفال من المدرسة تكرس هذا الوقت مثلا لتعليم هؤلاء الأطفال، لمتابعة المدرسية، لتتحاور معهم، تعمل النشاطات لحتى يكون جو البيت يعني منسجم وهادئ. في أمور ممكن تتأجل، بتلاقي في نساء بتلاقيها بدها تساوي هاي بدها تساوي هاي بدها تساوي هاي بدها تساويهم كلهم سوا. في أمور ممكن تتأجل شوي، يعني ما رح مثل ما بقولوها تخرب الدنيا. في نساء عندن وسواس مثل ما بقولوها، وسواس نظافة، وسواس أطفال، وسواس دائما تلاقيها عم تركض ما عم تلحق. فلا، الواحد يهدي من حاله شوي، يحدد أولوياته ويشوف هاي الأمور اللي أنا عم بقوم فيها شو النتيجة تبعها. أهم شيء النتيجة، إذا كانت النتيجة مرضية والشيء أنا اللي بدي إياه بحطها ضمن أولوياتي. إذا كانت ما في نتيجة وهي يعني مجرد هيك إنه مثل مكالمة مثلا بتضل ساعة ساعتين، هاي نعم. كارثة. نعم. يعني أهم حديث ممكن يخلص بربع ساعة. تمام. فأنا دائما بدي أحدد أولوياتي. وفي عنا هدلون بيقولوا لنا لصوص الوقت، هو الوقت أغلى شيء بالإنسان. نعم. أغلى شيء يملكه الإنسان هو الوقت، لأنه الوقت هو حياتك، الدقيقة اللي عم تروح ما عم ترجع.
فأنا دائما أدلل لصوص الوقت، بدي أحاول مثلا أبين لهم أنه أنا عندي التزامات، أنا عندي كذا، لحتى أخذ أقل وقت، مثلا أنه معي أنا 5 دقائق فاضية ممكن نحكي فيها. بعض الأعمال أستاذي هناء اليوم بنشوفها هي بتوقع بحيز الروتين بمختلف أنواعها، حتى يمكن العمل داخل المنزل ممكن السيدة توقع بفخ الروتين، هون يكون في تكاسل أو حتى تراجع بإنجاز المهام. كيف السيدة ممكن أو أي شخص متعلق بوظيفة معينة وللأسف هي فيها كم من الروتين يحافظ على سوية النتيجة يلي عم ينجزها ويحاول يجدد ما يقع بفخ الروتين، كيف؟ تماما، هلا الروتين هو بيرتب لك اياه العقل، لانه العقل ما بحب يجهد نفسه بشيء جديد. نعم. لانه بدك تتعلم شيء جديد انت بده يبلش يشتغل العقل، وبده يبلش فيه اجهاد، وبده يبلش فيه صعوبه باول شيء بتتعلميه. حتى لو كنت انت الشيء بتحبيه وحابه تتعلميه رح تلاقي صعوبه، العقل بيهرب للروتين. مثل طالب المدرسه وقت بده يجي يدرس بتلاقي 100 قصة وميت فكرة تخطر براسه، حتى النعس بتلاقيه بيسيطر عليه، بالأيام العادية بتلاقيه بيسهر ما بيجي نوم، أما بأيام الفحوصات بتلاقي النعس بيسيطر عليه، الجوال كل ما رن بده يشوف مين عم يبعث له. فنحن يعني العقل بيخلينا نستغرق بالروتين، لأنه خلص أشياء سهلة صارت تلقائية، ما بدها جهد، ما بدها تعب. دائما الإنسان لازم كل شهر يكون في عندك شيء جديد، كل شهر تحاولي تتعلمي شيء جديد، حتى لو بسيط. إذا بيتابعوني المشاهدين بلقاء ماضي حكيت أنا عن أثر الفراشة. أثر الفراشة هو شيء بسيط ممكن يحدث بحياتك، يعمل لك تغيير جذري بالمستقبل. فلذلك لا تستهينوا أبدا بالأشياء الصغيرة، معلش داوم عليها، مثل ما بقولوها بقولوا السائية جارية ولا نهر مقطوع. يعني شغلات بسيطة بتقوم فيها كل يوم، ولا أنت تيجي تخصص مثلا فجأة تخصص 6-7 ساعات بعمل شيء معين، يومين ثلاثة رح تقطع أكيد لأنك أجهدت نفسك. فمعلش ربع ساعة كل يوم بشيء أنت بتحبه وحابب تطور نفسك فيه، لا تهمل هاي الأشياء، وكل شهر خلي عندك شيء جديد لحتى تغير أنت من الروتين. يعني أشياء كتير بسيطة ممكن تغير من روتين الشخص. إذا مثلا الواحد بيشتري شيء جديد بغير من نفسيته، بغير من روتينه. إذا بغير ديكور البيت بغير من روتينه. إذا بيروح مشوار جديد كمان بتلاقيه بيكسر، ممكن يسمع غنية برنامج معين، تمام، بتساهم كتير. لكن اليوم يمكن أي إنجاز بالحياة بيدخل بالحالة النفسية الصح عند الأشخاص. بيقولوا يمكن الرياضة هي أكبر داعم للشخص بكل إنجازاته وبدعم نفسيته بشكل رئيسي. خبرينا اليوم شو مدى صحة هذا الشيء، وكيف في الإنسان يمكن حتى يمارس تمارين رياضية لو بسيطة رغم هذا الانشغال الكتير كبير؟ تمام، كتير مهم الواحد يخصص وقت من يومه بممارسة الرياضة، لأنه الرياضة بتنظم هرمونات الجسم، بتخفف التوتر والضغط النفسي، فبتخليه يفكر بطريقة صحيحة، بتخليه يبتكر، بتولد الإبداع والابتكار عند الإنسان، لأنه صارت هرموناته منتظمة، خصوصي إذا برافق الرياضة نظام غذائي صحي، فبتلاقي الإنسان بيتغير 180 درجة خلال فترة بسيطة. فلذلك كتير مهم الإنسان يمارس الرياضة ويتبع نظام غذائي صحي لحتى هو يتوازن ويحس في طاقة إيجابية عنده، في دائما مندفع للحياة، مندفع للأشياء الجديدة، لتغيير الروتين. اليوم مع ظروف الحياة الصعبة بنلاقي ممكن بعض الأشخاص بيشتغلوا أكثر من عمل وبيحسوا يمكن بفترة معينة نحن صمدنا، لكن دخلنا بمرحلة الإرهاق، التوتر والتوتر التعب. هون كيف ممكن يكون الحل مع هدول الأشخاص اللي هن فعليا مجبرين على ساعات العمل الكتير طويلة مقارنة بغيرها من الأعمال؟ تمام، هلأ في بالحياة جوانب لازم الإنسان يراعيها، هي بتغذي روحه، في الجانب الاجتماعي، في الجانب العاطفي، في الجانب المالي، في الجانب الروحي للإنسان. أنا بدي أشوف هذا العمل شو رح يغذي لي من هاي الجوانب، بخصص له وقت، بخصص وقت لأولادي، لعائلتي، بخصص وقت مثلا لو مرة بالأسبوع أو مرة بالشهر أنا أزور عائلتي الكبيرة مثل ما بقولوها، إخواتي، الأقارب. دائما الإنسان لازم يغذي الجانب الاجتماعي. نعم. يعني هي أوقات بسيطة بس هي بتفرق معنا. يعني حتى لو الإنسان عنده ضغط عمل فبيجي مثلا
مثلا يوم عطلة أو ساعة مثلا من النهار ممكن يخصصها، أو ياخذ يوم إجازة يخصصها مثلا ليطلع مع الأصدقاء، ليطلع مع الأهل، ليعمل شيء جديد. هاي كلياتها بتخفف الضغط العمل عنه، يعني بتخليه يرجع للعمل حتى لو كانت بأوقات طويلة بنفسية أريح وبطاقة أعلى. نعم، اليوم الوسط أو الدائرة الضيقة المحيطة بأشخاص قد ايه بتساهم يمكن بإنجاح حياته مهنيا، عاطفيا، ماديا، بكل النواحي، وحتى قد ايه لها دور يمكن بإنهاك هي العلاقات، وحتى في بعض الأحيان للأسف مثل ما بنقول بترة تماما. تمام. هلا المحيط الاجتماعي كثير مهم بحياة الإنسان، بس الإنسان لازم يحاول يوفق بين هو أهدافه الشخصية وأحلامه وبين المحيط، يعني ما يخلي المحيط الاجتماعي ياخده كله ويقضي كل وقته مثلا مشاوير وسهر ورفقات وراحات وجيات وينسى هو هدفه. لازم يكون في توافق، ينظم بين وقت دراسته وبين وقت عمله وبين وقت الشيء اللي هو حابب يوصل له وبين العلاقات الاجتماعية أو هاي الظروف اللي عم تصير حواليه. ودائما يعني نخصص لكل شيء وقت معين، والكتابة أهم شيء. إذا الإنسان بيكتب جدول يومي عنده فالعقل خلص بيخصص، بيستوعب العقل أنه بهالساعة الفلانية عندي كذا، بالساعة الفلانية عندي كذا، بيحاول أنه ما يخلي في مشتتات تدخل على هذا البرنامج اليومي أو على أهدافه اليومية. نعم، يعني بدنا نشكرك كثير على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها. بنتمنى اليوم ظروف الحياة وهي الضغوط يمكن ما تاخذنا من الناس اللي بيحبونا، وبنهمل بعض الجوانب اللي هي فعلا كثير أساسية وضرورية بحياتنا. كل الشكر لك وبقية نهار حلو. شكرا لك وشكرا لمشاهدينا. شكرا.